مستخدمين فولت اوف سكال او سكال كاب. اول حاجه ببص على الفرنتال سوتشر مش موجود. ات از ا نانجرويد سكال كاب، نانجرويد الريز بتاعه نانجرويد. الايج ما عنديش غير الساجيتال والكورونال. الساجيتال من 25 30 اهو يونايتد. ابص على الكورونال هلاقيه مفتوح من الجنب، وبص عليه من جوه مفتوح اهو. الكورونال مفتوح اهو، مفتوح من بره كمان اهو. يبقى ده اكتر من 30 واقل من 40 سنه. الكورونال مفتوح من بره ومفتوح برده عندي من جوه اهو. يبقى ده فولت اوف سكال نانجرويد اكتر من 30 واقل من 40 سنه. ده 25 30. الكورونا اللي هو عامل زي تاج الراس ده هو ال 40 سنه. تمام. موست كومنلي ميل ديو تو برومينانس اوف بارايتال ايمينانس، بس مش لازم تكتبوها في الامتحان. السكس ما بتحددش بنقطه واحده بس. يعني انا لو عندي كومبليت سكال اقدر اعمل كومنت عليها ميل اور فيميل، لكن لو عندي انكومبليت سكال ما اقدرش اعمل كومنت ده ميل اور فيميل. لكن هو موست كومنلي ميل ديو تو برومينانس اوف بارايتال ايمينانس يا دكتور. يبقى ده فولت اوف سكال نانجرويد اكتر من 30 واقل من 40 سنه. موست كومنلي ميل. لا خلاص.